لكن أنا حابب يعني في الدقائق اللي أمامنا نحكي عن شاول. ليه أنا حابب أنك تكلمنا أسيس عن شاول أو بولس الرسول؟ لأنه كتير ناس عم بتهاجم كأنه شاول هو اللي أسس الديانة المسيحية. شو رأيك قسيس رضا؟ شهادة شاول الحقيقة، شهادة شاول الطرسوسي عن شخص الرب يسوع وعن الكتب المقدسة شهادة يعتد بها لعدة أسباب. لأنها تأتي من إرهابي، تأتي من إرهابي، أخذ وصية وأخذ تصريح وأخذ رخصة عشان يوسع الاضطهاد بتاعه لجماعة الرب يسوع للمؤمنين بالمسيح من أورشليم إلى دمشق حوالي 240 كيلو. واخد وصية عشان يروح مش بس يضطهد اللي في أورشليم أو اللي في إسرائيل، لكن كمان عشان يروح لدمشق يضطهد 240 كيلو بعيد عن دمشق. دي شغلانة كبيرة. فهو إرهابي، شهادة إرهابي، جاء إلى دمشق إرهابي وخرج منها رسولا للمسيح. لاحظ أن شهادة الإرهابي ده هو شهادة شاول الطرسوسي اللي أصبح بولس الرسول. نال أرقى تعليم، يخرج في جامعة طرسوس، روماني، عنده الجنسية الرومانية. زي دلوقتي ما نقول لك أنا عندي الباسبور الأخضر الأمريكاني، أنا شخصيا بعتز بالباسبور المصري. أمين. نشكر ربنا من أجل مصريتي، أنا مصري وبحب مصر، لكن كان بولس روماني ولد فيها، غيره بيشتريها بفلوس لكن هو ولد فيها، إسرائيلي يعني من شعب إسرائيل، فريسي مدقق، عبراني يعني يتحدث اللغة العبرانية، صاحب علاقات بالسلطة العليا، مضطهد الكنيسة، كان حارس لثياب الذين رجموا استفانوس أول شهيد للمسيحية. هنا نلاقي شهادته بدأت بإيه؟ وهو رايح من أورشليم إلى دمشق عشان يضطهد المسيحيين، عشان يقتل المسيحيين، عشان يقيد المسيحيين، التقى به الرب وهو في الطريق وناداله بالعبرانية، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وصار حوار بينه وبينه، من أنت يا سيد؟ أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفص مناخس. وظل ثلاثة أيام لا يبصر. وحاجة عجيبة حصلت يا سيس نزار، حصل أنه هو شاف رؤية رجل اسمه حنانية سيأتي إليه لكي يبصر، لكي يقول له ماذا يفعل. وحنانية في نفس الوقت شاف رؤية الرب كلمه فيها أن يذهب إلى شاول الطرسوسي، وذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم. وعايز أقول لحضرتك، وحضرتك دارس وعارف وعندك دكتوراه في الكريستيان أركيولوجي في علم الحفريات، أنه أقدم شارع موجود مأهول بالسكان حتى اليوم هو الزقاق المستقيم. الزقاق أقدم مدينة، شارع مأهول، هو النهاردة الزقاق المستقيم. وبالتالي يروح له حنانية ويبصر وتتحقق الرؤية. وللوقت يقول لنا الكتاب جعل يكرز في المجامع أن هذا هو ابن الله. شهادة هذا الإرهابي اللي الرب غيره، شهد أمام رؤساء الكهنة، أمام فيليكس، أمام فاستوس، أمام الملك أغريباس، قام بثلاث رحلات تبشيرية. شهد إذن أمام رؤساء معاندين رافضين في موضع السلطة وهو يحاكم، وكلفته هذه الشهادة الكثير. يقول لنا الكتاب في كورنثوس الثانية خمسة، يقول لنا خمس مرات قولت، ثلاث مرات ضرب بالعصي، مرة رجم، ثلاث مرات انكسرت به السفينة، سجن مرار كثيرة، أخطار من لصوص، أخطار من إخوة كذبة إلى آخره. واستشهد في عام 67 ميلادية، عاصر وقت الرب يسوع، مات سنة 67 ميلادية بسيف نيرون وكان عنده 63 سنة، وعاصر رسل المسيح. شهادة شاول الطرسوس الإرهابي الذي اضطهد كنيسة الله بإفراط سجلها وكتب 13 رسالة في العهد الجديد بإرشاد الروح القدس. ويقول بولس: سلمت إليكم ما تسلمته من الرب يسوع، فما تسلموا من الرب يسوع قدموا للكنيسة، ولم يكتب كلمة واحدة من عندياته، بل يقول لما أرسل الرسائل قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله.
لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. أشكر الله من أجل شهادة الشهود ومن أجل شهادة هذا الإرهابي الذي الإيمان لقاء المباشر مع شخص الرب يسوع. أنا حابب أقول حاجة بسيطة أسيس نظام، لا يزال الرب يسوع يظهر للكثيرين بطرق معجزية لكي يثبت نفسه. وأنا عايز أقول لكل مشاهد عنده شك ونفسه يتعرف على المسيح، قل للرب يا رب اظهر ذاتك ليا، والرب قادر أن يتعامل معك بالفعل.